أبدأ معك سيد أليكس، ربما أبدأ معك بالوقوف عند ما يعنيه ما قامت به الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب استشارة محكمة العدل الدولية فيما يدور من قبل أو ما يحدث من قبل جيش الاحتلال في حق الفلسطينيين، ما الذي يعنيه هذا بداية؟ Well, it is another monumentous day for the هو يوم تاريخي آخر للفلسطينيين وللمجتمع الدولي المسؤول unresolved question of Palestine عن القضية الفلسطينية التي لم تحل حتى الآن end of the British mandate in 1948 منذ عام 48 just a few weeks after the International Court of Justice وبعد بعد عدة أسابيع من قضية محكمة العدل الدولية إزاء الإبادة الجماعية التي تحدث أمام أعيننا في قطاع غزة المحكمة الدولية اليوم تنظر إلى مشكلة أكبر إزاء الاستعمار الإسرائيلي المستمر حتى الآن ليس فقط لقطاع غزة ولكن أيضا للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والنظام الذي خلقه نظام قضائي منفصل يشترك فيه الفصل العنصري هذه المشاكل الكبرى الآن أمام أعين المحكمة الدولية ليس فقط اليوم ولكن الأسبوع القادم حتى بداية الأسبوع القادم وهذا تاريخي وحدث مهم طلب الاستشارة هذه الأحكام وطبيعتها من محكمة العدل الدولية لتوضيح القانون الذي ينطبق على الفلسطينيين ودولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية فهو تطور مهم للغاية.